السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم في الفيديو ده عن العملي بتاع الريب روتاتور. اول حاجة بس ايه، حاجة سريعة كده، ان العمل بتاع الاند والريبرو مع بعض إيه، طبعا 30 سلايد فيهم 6 سلايدات إيه هيستولوجي. الستة دول هيبقى غالبا يعني 3 ريبرو و3 اند، غالبا إيه. حلو. طب مين اللي في الريبرو ليه النصيب الاكبر؟ ممكن يكون ليه النصيب الاكبر كل التوقعات طبعا، يعني ده بتبقى على حسب وضع الامتحان براحته. مين اللي هيبقى فيه ليه النصيب الاكتر في الريبرو؟ اللي ليه النصيب الاكتر الفيميل عن الميل، لان الفيميل سلايداتها كتير شويه، كتير عن الميل، يعني ممكن تقول ضعفها مثلا. حلو. الميل كام سلايد كده؟ كلهم مهمين، يعني هما كام سلايد كده، ممكن نقول مثلا هما 3 4 شفتات، هما كام سلايد دول اللي هيجي على الاربع شفتات، ممكن كل سلايد، كل شفت سلايد. حلو. طب الست على بعض دول، ان شاء الله هنحاول نعمل فيديو تاني للاندو برضو. الست على بعض دول ستة بكام درجه؟ ب 12 درجه. 12 درجه، يعني انت ما تهملش الهيستو في العمل ده بالذات، اكتر عمل اهتم بيه في الهيستو، لانه سهل كلامه كله. يعني شوف، اسهل عملي، هو اسهل عملي هيستو، ولكن لان الصوره واضحه بس هي كتيره شويه، ولكنه محتاج ان انت تركز كويس قوي قوي قوي، وما تحاولش انت تهمل النظر، ما تهملش النظر. حلو. حلو، سمي الله كده معايا، وان شاء الله نبدا مع بعض. الفيديو ده هناخده فيه الريبرو، وان شاء الله فيديو تاني هناخد فيه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا بالشرايح بتاعه الفيميل. الفيميل عندي اول شريحه هي شريحه الاوفري. الشريحه ديت اتش اند اي اوف اوفري. طبعا احنا عارفين ان الاوفري بيتكون من استروما وبارينكما. استروما وبارينكما، البارينكما دي الاستروما، البارينكما الجزء ده الاستروما. البارينكما بيتكون من كورتكس ومضل، كورتكس ومضل مفصولين عن بعض، مش مفصولين بخط واضح، يعني مفيش خط واضح يفصل الكورتكس عن المضل، مش ده مش موجود في الاوفري. حلو. نبدا ان احنا نتكلم كده، اتكلمنا بشكل عام عن الاوفري، نتكلم بقى ايه البيانات الموجوده عندي في الصوره. واحد ده هو البريمورديال فوليكل. واحد مين؟ البريمورديال فوليكل. حلو. السي ده الاول، ناخده الحروف الكبيره، السي ده الكورتكس. اي مكان في الحته ديت كورتكس، الحته ده كلها كل ده كورتكس. ام ده المضل، ام ده ايه؟ المضل، وده بيتكون من كونكتيف تيشو في بلاد فيسل. يبقى كده ده كله كورتكس وده مضل. واحد بريمورديال فوليكل. اتنين برايمري اوسايت، برايمري اوسايت. حلو. طب هتقول لي هو ايه اللي جاب البريمورديال للبرايمري اوسايت؟ هقول لك يا سيدي، البريمورديال بتاعت البرايمري كانت هنا، كانت في الحته ده بالظبط، مكان ما حطت الايد دي كده، بس هي عشان الشرايح مقصوصه، فهو ده اللي هو جابها لك. ايه؟ جابها لك فوق. يبقى كده اي حاجه تحت السيرفس في الحته ديت هتقول له بريمورديال على طول. هنا برايمري اوسايت، هنا سكندري اوسايت. جميل كده؟ جميل. طب مين الكبيرة اللي فيها انترم كبير ده؟ مين دي؟ ديت الماتيور جرافيان فولك، أو الجرافيان فولك، يا ريت تكتب له ماتيور، يعني ماتيور جرافيان فولك. يبقى الكبيرة ديت هي مين؟ ماتيور جرافيان فولك، ماتيور جرافيان إيه فولك، ودي برضو ماتيور جرافيان إيه فولك. تمام كده الشريحة دي؟ تمام. الشريحة اللي بعديه، الشريحة اللي فاتت دي على فكرة مهمة، ودي برضو الاثنين، يعني الاثنين نفس البيانات، فواحدة فأنت مش هتحفظ الاثنين، أنت هتعرف الشكل بس. والاثنين نفس الأهمية. هنا برضو اتش اند اي اوف اوفرين كورتكس. الثانيه دي كانت جايبه المظله، فانا قلت فيها اوفري بس، انما ديت مفيش مظله. خلي بالك، هو المظله الحته دي هنا كده، هنا الناحيه دي، هنا مفيش مظله، مش واضحه، فهو جاب لك على الكورتكس، يبقى ده الكورتكس بس. فيها ايه؟ عندك واحد بريمورديال فورك، اثنين برايمري اوسايت، ثلاثه سكندري اوسايت. طب هتعرف البرايمري على السكندري ازاي؟ الماتيور كبيره، دي من ماتيور جرافين فورك، الاربعه دي كبيرة، دي معروفة. حلو. طب البرايمري والسكندري هتعرفهم ازاي؟ السكندري هتلاقي فيها فراغ كبير، هتلاقي فيها فراغ كبير، ولو الصورة واضحة قوي هتلاقي فيها فراغات كتير، هتلاقي فيها ايه؟ فراغات كتير. انما ديت هتلاقي تقريبا الفراغات اللي فيها قليلة قوي، او ممكن تكون كمان ما فيهاش فراغات. هنا مثلا دي هتلاقي مصمتة تماما، البريمورديال عبارة عن اوسايت وحواليها بسيليا بس، هتلاقي مصمتة تماما. والسي ال ده الحته ديت عباره عن كور، ده كوربس لوتيوم او الجسم الاصفر. طب اقول لي الكوربس لوتيوم ده اعرفه ازاي؟ هقول لك يا سيدي، بص حواليه هتلاقي عباره عن الخلايا واضحه،
بص حواليه الخلايا واضحه، انما هنا فجاه وغامقه، فجاه لقيت حته كده على بعضها لونها فاتح، اللون الفاتح ده هو ده لون الكوربس، ايه الكوربس لوتيل. يبقى كده بريمورديال، برايمري، سكندري، ماتيور جرافيان فولكل، وكوربس لوتيل. ندخل على الشريحه اللي بعديه، ندخل بقى على اهم حاجه في الكام واحده اللي فاتوا دول، اللي هم الماتيور جرافيان فولكل. ديت اتش اند دي اوف ماتيور جرافيان فولكل بتتميز بايه؟ هتلاقي وانترم واحد. انترم يعني ايه؟ يعني سنجل كافيتي. سنجل كافيتي ده لما يكبر، لما السنجل كافيتي يبقى حجمه كبير بسميه انترم. انترم هو ده السنجل كافيتي، ومتشاور عليه بمين؟ متشاور عليه بالنجمه او لارج فلوكيلر كافيتي. حلو، ده لارج فلوكيلر كافيتي انترم. سنجل لارج كافيتي، ويا ليت لو ما افتكرتش انترم تكتبها لارج لازم تكتب فوليكولار كافيتي. لارج مش لارج، لارج يعني باين ان هو لارج قدامك يعني. حلو حلو. طب ده ادي ده الايه؟ ده الفوليكولار كافيتي. الفوليكولار كافيتي لو تفتكر من نظري بيبقى هنا في جرانيولوزا سيل. الجرانيولوزا سيلز، الجرانيولوزا سيلز نايم، نايم لبره، نايم لبره على ممبرين. الممبرين ده اسمه ايه؟ اسمه بازمنت ممبرين، جلاسي بازمنت ممبرين. حلو، جلاسي بازمنت ممبرين. ومن جوه الممبرين بتاعه، من جوه من ناحيه الانترم اسمه ممبرين جرانيولوزا. ممبرين جرانيولوزا، ممبرين جرانيولوزا ده فين؟ اهو يا سيدي، ممبرين جرانيولوزا السي ده. يبقى ده البي ده جلاسي بازمنت ممبرين، والسي ده طبعا ما قصدوش يشاور على الخلايا نفسها، لا هو بيشاور على الممبرين ده، الممبرين ده. حلو حلو. يبقى كده خدنا النجمه، وخدنا السي ده اللي بيشاور على الممبرين جرانيولوزا، والبي اللي بيشاور على الجلاسي بيزمنت ممبرين، والاي ده، الاي ده بره، الاي ده ايه؟ الاي ده بره. ده مين اللي بره؟ مين اللي بره؟ مين اللي بيحاوط، اللي بيحاوط الجرافيان فوليكل من بره؟ اللي بيحاوط الجرافيان فوليكل من بره السيكا فوليكولار، سواء سيكا انترنال او سيكا اكسترنال. بس هو هنا مش عشان الصوره بعيده مش واضحه، فانت هتقول ايه؟ سيكا فوليكولاي، سيكا فوليكولاي او كبسول بتاع سيكا فوليكولاي. يبقى سيكا فوليكولاي او كبسول بتاع سيكا فوليكولاي، ايا كان الاثنين صح. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا ثلاث حاجات. مين دي؟ مين اللي مشاور عليها؟ السهم. السهم ده الاوسايت، السهم ده الاوسايت. طب مين اللي حوالين الاوسايت؟ كورونا راديات. يبقى مش هقول لك على اي حاجه حوالين الاوسايت ده، ما تلخبطش نفسك تقول بقى ده ايه. لا، اي حاجه حوالين الاوسايت كورونا راديات. اي حاجه في الحته دي، في الحته ده اللي عاملين حرف السي معكوس ده، كورونا راديات. طب كمل حرف، كمل الدايره بتاعت السي في الحته دي. لا، ده ما بقاش كورونا راديات، ده بقى اللي بيمسك الاوسايت بالجرانيولوزا سيل، اللي هو اسمه ايه؟ الكيوملاس اوفرس. الكيوملاس اوفرس. يبقى كده تاني، عشان الصوره دي مهمه جدا جدا جدا، قد تكون بنسبه كبيره موجوده في الشفت الاول. هنا ماتيور جرافيان لارج، الشريحه كلها ماتيور جرافيان فولكل اتش دي طبعا. ده لارج فولكل كافيتي، ايه ده الكبسول بتاع السيكا فولكلاي، بي اللي من بره الجلاسي، جلاسي جلاسي بيزمنت ممبرين، اللي من جوه ممبرين جرانيولوزا، ممبرين جرانيولوزا دي طبعا اوسايت. ديت الحوالين الاوسايت من ناحيه الكافيتي كورونا رادياتا، اللي ماسكها بالجرانيولوزا، الحته اللي ماسكاها، اللي ماسكاها بالجرانيولوزا ربطها، اسمها ايه؟ كيومولاس اوفرس. شريحه مهمه مهمه مهمه. الشرح سهله سهله. اي ام بتاعت بريمورديال اوفريان فوليكل، بريمورديال فوليكل، بريمورديال فوليكل زي ما قلت لك هو عباره عن ايه؟ عباره عن اوسايت وحولها فليكر سيلز، اوسايت وحولها فليكر سيلز. حلو؟ اوسايت دي ودي فليكر ايه؟ فليكر سيلز. ندخل على الشريحه اللي بعد، الشريحه اللي بعديها، الشريحه اللي بعديها يا سيدي بيقول لك اي ام اوف برايمري اوفريان فوليكل وي زونا بليوستا، برايمري اوفريان فوليكل وي زونا بليوستا. بص اكتبها زي ما هي، بس اظن انت فاهم. طبعا زونا بليوستا مكتوبه في النظر ان هي تبع السكندري وظهرت السكندري، بس هي خلاص هي ديت برايمري اوفريان فوليكل مع زونا بليوستا. زونا بليوستا فين؟ ادي الاوسايت يا سيدي، وادي الزونا بليوسيدا، وادي الفلوكرا، ادي الفلوكرا البزري. حلو، اعرف الشريحه، اعرف الشريحه. لو جاب لك سال عليه، سال هيسال على دي، بس احتياطي احتياطي اعرفها. دي الاوسايت، دي الاوسايت، ادي الزونا بليوسيدا، الزونا بليوس، ادي الزونا بليوس ده، وادي الخلايا الفلوكرا البزري، وادي السيكا في الكلايبر. حلو، احتياطي بس تعرف. جميل جميل. الصوره اللي بعديها سكاننج اي ام اوف ان اوفريان اوفريتري فوليكل،
يعني ده السكاننج اس اي ام، سكاننج اي ام بتاع الاوفيولاتوري فوليكل، اس اي ام اوف اوفيولاتوري فوليكل، اس اي ام بتاع مين؟ اوفيولاتوري فوليكل، اوفيولاتوري فوليكل، اوفيولاتوري فوليكل. خلي بالك الصوره دي الوحيده تقريبا اللي موجوده اس اي ام على حسب ما اتذكر. الصوره اللي بعديها دايجرام اوف اوف اوفري. بص الصوره ديت مش هي مش عملي قوي، مش عملي صريحه، ولكن هي تساعدك شويه في النظر، تساعدك شويه في ايه؟ في النظر. ادي البريمورديال، ادي النوعين بتوع البرايمري سواء يوني لامينار ومالتي لامينار، وادي السكندري فيها كافيتس كتير، وادي الماتيور جرافيان فولكل فيها وان كافيتي كبير، وان كافيتي كبير، بعد كده كوربس لوتيوم، وبعد كده كوربس لو حصل حمل هيبقى اسمه كوربس هيموراجيكم، ولو ما حصلش هيبقى او وهو لما يحصل له ديجنريشن بيبقى اسمه ايه؟ كوربس ايه؟ البيكنس. حلو حلو. وادي كرونوس اوفرس، ودي بس تساعدك، تساعدك قوي في النظري، تساعدك قوي في النظري. نعم مش موضوع اسئله عملي كده. خلصنا الحمد لله اول اورجان كبير معانا هو الاوفري. كان في ايه؟ كان في شريحتين مهمين، ادي الشريحه الاولى وادي الشريحه الثانيه. حلو، ودي شريحه سهله اعرفها معاك. نبدا على الاورجان اللي بعده. الاورجان بقى اللي بعده اوفيريان تيوب او اوفيدكت، اوفيريان تيوب او فالوبيان تيوب او اوفيدكت. كتاب النظر كتابه اوفيدكت، دكتورة السكشن كانت مصممة على ان هي اوفيريان تيوب، نقول اوفيدكت هي مكتوب في النظر كده بس مش مشكلة. اكتب اي حاجة اللي تكتبه ان شاء الله هتحسب صح. طب ايه الاوفيريان تيوب دي فيها ايه؟ فيها ايه مميز؟ عندك يا سيدي فيها، عندك اللي هي بتكون اي بقية الاورجن اللي جايين دول، عندنا استامبة ثابتة. ايه الاستامبة الثابتة؟ ميوكوزا ماسكلوزا ادفنتيشن، ميوكوزا ماسكلوزا ادفنتيشن، ميوكوزا ماسكلوزا ادفنتيشن. طب لو شاور لك على السهم ده هتقول له ايه؟ هتقول له ده الميوكوزا، وما بين قوسين تكتب له هايلي فولدد، هايلي فولدد. السهم ده واحد، ده اصلا واحد ده بيشاور على الميوكوزا، كل جزء في النص ده الميوكوزا. طبعا ده الحته الفاضيه دي الليوم. حلو، وده الفولدد بتاعه الميوكوزا اللي فيها الابيسيليا، اللي فيها مين؟ الابيسيليا. الابيسيليا عندي بيتكون من ايه؟ سمبل كولامنر بارشلي سيليتد وبارشلي سكريتور. طبعا عرفت ليه بارشلي سيليتد وبارشلي سكريتور في النظري؟ مش فاكر؟ مش عارف؟ ارجع بص على فيديو النظري هتلاقي سمبل كولامنر بارشلي سيليتد بارشلي سكريتور. وعندك في لامنا بروبري، ماشي يا سيدي، فيها بتاع ده لوس كونكتيف تيشو فيها بلوت فيزل اكيد يعني. الماسكلوزا، الماسكلوزا اللي هي رقم اثنين، فيها ايه؟ فيها انر سيركلر واوتر لونجيتيودنال سموث ماسل فايبر، انر سيركلر واوتر لونجيتيودنال. السيروزا، السيروزا ديت، السيروزا دي عباره عن ايلر كونكتيف تيشو، ايلر كونكتيف تيشو، في متحوط من بره، متحوط من بره بمين؟ بسمبل سكويماس ايبسيلي، سمبل سكويماس ايبسيلي. الصور اللي تحت ديت اعرفها برضو، الصور الصورتين دول اعرف، ممكن يجي، ممكن يجي لك حاجه منهم. عندك هنا الابسيليوم وهو تحت اللامنا بروبريا، دي مبينه السيليا اللي في الابسيليوم. خلي بالك، عارف انت السيليتد دي مبينه السيليا اللي في الابسيليوم، مبين ان هي في حبه فيها سيليا وفي حبه ما فيهاش سيليا. طيب اللي بعد، اوعى تنسى الصور بتاعت ايه؟ اتش ان دي سيكشن بتاعت الاوفيريان تيوب، اوفيريان تيوب اوفيدكت فالوبيان تيوب. وده ادي الاوفيريان تيوب بحالها كده دايجرام، وزي ما قلنا الدايجرامات دي بتبقى مفيده لمين؟ للنظر، حتى موجوده في المحاضره، صور محاضرات النظر. ادي الابسيليوم الهايلي فولدد اللي جواها سمبل كولامنر بارشلي سيليتد بارشلي سكريتوري، ومعاها لامنا بروبريا، وراها انر سيركلر الماسكلوزا اللي هي انر سيركلر واوتر لونجيتودنال، والسيروزا اللي حواليهم. جميل جميل. ندخل على الاورجان اللي بعده، بس خدها بالدور كده، اوفري اوفيدكت يوترس، لغايه ما ان شاء الله نخلص كل ايه الفيميل جينيتال اورجان. اليوترس، اتش ان دي اوف يوترس. بص الشريحه دي مهمه. خلاص، هي وديت ممكن ولو انها اقل اهميه من اللي قبليه، بس ديت يعني ايه مركزه، مكبره على حته معينه فيها، مكبره على الميكوزا اكتر بس، انما ديت دي جايبه ايه؟ دي جايبه اليوترس كله. اليوترس عندك، اليوترس ده عباره عن ايه؟ ماسكولار اورجان، ماسكولار اورجان بتكون من اندوميتريوم مايوميتريوم بريميتريوم، اندوميتريوم بايوميتريوم وايه وبريميتريوم. اندوميتريوم ده مكان الميكوزا، مايوميتريوم مكان ماسكلوزا، بريميتريوم مكان السيروزا. حلو، طبعا انت عارف ان السيروزا وادفنتيشيا ده السيروزا بتقلل الاورجن اللي بتبقى حواليها، اللي بيبقى مغطيها
اللي مغطيها الغشاء البريتوني البريتونيه، انما اللي مش مغطيها بقول عليها ايه؟ بقول عليها ادفنتيشن، حاجه كده ايه فور فن يعني. مش فاكر انا كنت قلت لكم في فيديو النظر. المهم الاندوميتري، والاندوميتري بتتكون من ايه؟ احنا قلنا ده ميكوزا، بتتكون من ابيثيليوم، ابيثيليوم ومين 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 اللي مع الابيثيليوم؟ نعملها بروبري. الابيثيليوم بتتكون من ايه؟ سيمبل كولامنر بارسيليتد بارسيكريتري، نفس الكلام مع اللي قبله، زي اللي قبله، زي اللي قبله. ايه هو احنا لو ما... لا على حسب انت، على حسب انت بادئ منين إيه؟ لو بادئ من هنا فهو زي اللي بعده زيه، لو بادئ من الناحيه الثانيه كم ما احنا بدانا من الاوفري فانت كده ايه، هو زي اللي قبل ايا كان. إيه طب اللامنا بروبري لوس كونكتيف تيشو فيها بلاد فيسل، بس فيها حاجه صغيره في اليوترس، في اليوترس اللامنا بروبريا بتتميز ان فيها حاجه اسمها تيوبولار، تيوبولار جراند، تيوبولار جراند، تيوبولار ايه جراند. فين التيوبولار جراند؟ شايف انت اول حاجه ده الابيثيلي، حلو، تحتيها ده اللامنا بروبري. شايف انت الدوائر الصغيره دي؟ بص اكبرها لك اهي، شايف دي؟ شايف دي؟ شايف دي؟ شايف دي؟ هي ديت ايه؟ التيوبولار جراند، ديت سيمبل تيوبولار جراند، سيمبل تيوبولار جراند. وبعد كده المايومتريوم، المايومتريوم وده اكتر لير، اكتر لير من حيث السك سكنس، اللي هي السكنس سكست لير في اليوترس، وبتتكون من حب سموث ماسلز يعني، هي خمسه ومحاضره النظر بتقولها ثلاثه، ايا كان سيبك من العدد دلوقتي. المهم بتتكون من سموث ماسل وما بينهم ايه؟ بلاد فيسل. وعندك البريميتيوم كونكتيف تيشو حوالي سيمبل سكوماس، بس اي حاجه حواليها سيمبل سكوماس عشان السكوماس بيتحمل الضغط. حلو؟ حلو، يبقى ده كده ايه؟ اتش ان دي يوترس، اتش ان دي سكشن اوف يوترس. يوترس عندك ماسكلوزا، ماسكلوزا اندوميتري، ماسكلو ميوكوزا اندوميتريوم، ماسكلوزا مايوميتريوم بيريميتريوم، ده السيروز. يبقى تاني اندوميتريوم مايوميتريوم بيريميتريوم. اندوميتريوم اهم تعرفني ايه؟ اعرف ايه فيه؟ اعرف نوع ابيثيليوم وايه؟ ولاملا بروبريا. ابيثيليوم اعرف نوع الابيثيليوم، سمي كولامنر بارشل وبارشل. اللاملا بروبريا في كونكتيف تيشو لوز ومعاه بلاد فيسل. طب ايه المميز؟ المميز ان فيه تيوبولار جلاند. المميز ان فيه مين؟ تيوبولار جلاند، في تيوبولار جلاند. حلو، تيوبولار جلاند ده لو جاب لك الصوره دي نسبه 95% هيشاورك على التيوبولار جلاند. طبعا ده كله ده كله الاندوميتريوم، ده كله الاندوميتريوم وده المايوميتريوم. حلو، حلو، وادي الصوره الثانيه، كبر لي على الميكوزا او الاندوميتري. واحد واحد ده جزء، واحد ده بيشاور على، بيتكلم عن الجزء ده كله عباره عن ايه؟ هو يترس، هو يترس. لو كتبت له مثلا يترس ما بين قوسين اندوميتريوم تبقى انت كده هيبين لي ان انت راجل فاهم، فاهم يا اسطى. ميوكوزا، طب ايه ده عباره عن ايه؟ ايه ابسيليوم بي ده كل مين اللي تحت ابسيليوم؟ اللامنا بروبريا، مش هقولكش على حته معينه، خلي بالك ده اللامنا بروبريا كله. لو مش هقول لك بقى على الحاجات اللي موجوده فيه دي، الحاجات اللي فيها فراغات في النص دي، ده سيمبل تيوبولار جاند، سيمبل تيوبولار جاند، سيمبل تيوبولار جاند. حلو، ندخل على اللي بعديها، شريحة مهمة برضو، مهمة جدا جدا. الصورة ديت بدون عن الكلام اللي مكتوب ده، اللي هو فوتو مايكروجراف اوف يوتراين لايننج مش عارف ايه، هو هيجيب لك الثلاث صور ويسألك عن الثلاث صور دي انهي مرحلة، دي انهي مرحلة، دي انهي مرحلة. يهمنا انت تعرف ايه، تعرف اسماء المراحل بس. الكلام ده كله على فكرة بص ولا تشغلك، يهمنا تعرف ثلاث كلمات، بروفليتيف فيز، سكريتوري فيز، من السيرول فيز. بص يا سيدي، من السيرول هتلاقي ان في شلاج، تلاقي ان طبقه الاندوميتريوم حصل لها شلاج، حصل لها شلاج. يعني ايه؟ يعني متهدمه، متكسره. شفت التكسير ده؟ شفت التكسير ده؟ تعرف بيه من السيرول فيز. يبقى كده انا عرفت واحده فيهم، فاضل اثنين، البروفريتيف والسكريتوري. البروفريتيف والسكريتوري عارفها ازاي؟ اعرف السكريتوري، ولو مش سكريتوري ولا من السيرول ابقى انا اعرف مين؟ اعرف ان هي بروفريتيف. واقول لك برضه تعرف البروفريتيف مين. بص يا سيدي، السكريتوري، سكريتوري يعني سكريشن، سكريشن يعني جلاند. يبقى كده هتلاقي فيها جلاندز كتير. شفت الفراغات اللي جوه دي كلها؟ دي كلها عباره عن جلاند. جلاند موجوده في الاندوميتر، جلاند موجوده فين؟ في الاندوميتر. يبقى كده دي السكريتوري فيز، وديت هتلاقي فيها حاجات خفيفه قوي ولو انها لا تذكر يعني، من الجلاند، من الجلاند. وهتلاقيها هي عباره عن ايه؟ زي حته مصطبه كده، مصطبه كده غامقه، مصطبه غامقه، مصطبه غامقه لونها ازرق، مصطبه غامقه لونها ازرق. دي البروفريتيف فيز. اول حاجه بروفريتيف فيز، حسب انت بادئ من ايه؟ نبدا من التكسير، من السيرول،
اتكسرت، ابدا ان انا ابدا واحده واحده، ابدا ابني القواعد، بس القواعد الاساسيات، الاساسات ابنيها للبروفريتي فيس، وبعد كده احط الناس اللي بيشتغلوا بقى جوه الشركه، جوه الشركه اللي هم مين، السكرتوري في السكرتوري فيس اللي هم مين، الجلانس. حلو، بروفريتيف سكرتوري ومينستر. الصوره اللي بعديها برضو ده دايجرام لليوترس في البروفريتيف والسكرتوري، بروفريتيف والسكرتوري. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم هتلاقي ان ده في فاسكولار، او اللي هو ممكن تقول بلاد فيسل، بلاد فيسل طبعا عشان تخلي البروفريتيف سكرتوري. اما السكرتوري ايه المميز فيها؟ المميز فيها الجلانس، الجلانس هو المميز فيها. ترشس الولانجيتد يوتراين جلاند، يوتراين ايه جلاند. حلو، ريستنج ميموري، سيب الميموري دلوقتي، نخلص بس نخلص الشرائح اللي عايزينها. ايوه هات الفاجينا. الصوره ديت مهمه، شفت الصوره اللي فاتت اللي بتاعت الثلاث مراحل، البروفريتيف البروفريتيف والسكريتوري والمنسيرول، مهمه برضو. وديت مهمه بتاعت الفاجينا دي، مهمه مهمه مهمه، موجوده ان شاء الله شفت الثانيه ثالث يا كريم، اول شفت الاول هيجيبها برضو. اتش اند دي سيكشن اوف فاجينا فيها ايه؟ في عندك قلنا اي حاجه هتتكون من ميكوزا ماسكلوزا، ماسكلوزا ادفنتيشن، ميكوزا ماسكلوزا ادفنتيشن. طب اشمعنى دي ادفنتيشن مش استروزا زي اخوات؟ لا عشان ايه؟ انا قلت لك فوق، قلت لك في اول فيديو، ارجع بقى هات الفيديو الاول. ميكوزا نمبر 1 اللي هي الحته ديت عباره عن ميكوزا، دي عباره عن ميكوزا فيها ايه؟ فيها ديت فيها الابيسيليوم اللي هو ايه؟ ده الابيسيليوم اهو، وادي اللامنا بروبريا اللي تحتيه، ابيسيليوم ولامنا بروبريا. المهم الابيسيليوم بتكون من ستراتيفايد سكويموس ابيسيليوم نان كراتينايد، ستراتيفايد سكويموس نان كراتينايد ابيسيليوم، ستراتيفايد سكويموس نان كراتينايد ابيسيليوم. وتعرف لي ان هو فاكيوليتد، فاكيوليتد شفت دي مش فاكيوليتد، دي مش فاكيوليتد، هي فاكيوليتد بس انت مش شايفها عشان الصوره بعيده، انما ديت واضح فيها الفاكيوليشن خالص اهو، انت شايفه وانا شايفه كلنا شايفينه طبعا، واضح خالص الفاكيوليتد اهو. عشان ليه بقى فاكيوليتد؟ عشان فيها جلايكوجين جرانيول، فيها جلايكوجين ايه؟ فيها جلايكوجين جرانيول، فيها جلايكوجين جرانيول. جميل جميل. طب لامنا بروبريا، لامنا بروبريا لوس كونكتيف تيشو في البلاد فيسل، وكمان الاستيك فايبر و لينفوسايت ونيتروفيل، بس ما فيهاش جلاند. المهم ان هي ما فيهاش جلاند، ما فيهاش جلاند الفاجينا، ما فيهاش جلاند. طب السكريشن اللي موجوده في الفاجينا جايه منين؟ جايه من السيرفكس اللي جايه من اليوتروس. حلو حلو، حتى نظر مالكش دعوه بيها. الماسكلوزا ادي الادفنتيشن او الميكوزا اسف الادفنتيشن ادي الميكوزا. الماسكلوزا، الماسكلوزا بتكون من طبقتين، انر سيركلر واوتر لينجيتودنال، انر سيركلر واوتر لينجيتودنال. وادي الادفنتيشن اللي بره، ايه عباره عن دنس كونكتيف تيشو وفي الاستيك فايبر، الاستيك فايبر، الاستيك فايبر وفينس بلكسس وكمان نيرف فايبر ونيرف باندل وكل اللي انت عايزه، بس المهم ان هي فيها الاستيك، الاستيك عشان ايه؟ يعني عايز الفاجينا، الفاجينا بعوز ان هو يتمدد ويرجع تاني عشان سواء اثناء الليبر او اثناء الانتركورس. حلو؟ حلو. يبقى كده خلصنا الشرايح، الشرايح دي مهمه. خلصنا الشرايح اللي مخصصه بتاعت الفيميل في الجزء اللي هو كان محطوط تحت بند فيميل، فيميل هيستو. حلو، نخش على مين؟ نخش فاضلنا كده الميموري جلان، شريحتين الميموري سواء الريستنج والريستنج واللاكتيتنج، والشريحه الثالثه اللي هي بتاعت مين؟ البريسنت. الشريحه ديت ايه هي الشريحه؟ اتش اند اي اوف ريستنج ميموري جلاند، اتش اند اي اوف ريستنج ميموري جلاند. طب هتقول نعرف الريستنج من اللاكتيتنج ازاي؟ اقول لك استنى بس، من الالفيولا، شفت غششتك اهو، غششتك. بس يا سيدي الشريحه دي لو جات لك، اول حاجه الاسم، اهم حاجه في الشرايح ان انت تعرفها الاسم والكام حاجه اللي متشاورين عليها. اتش اند اي سيكشن اوف ريستنج ميموري جلاند، الاس ده بتشاور على ايه؟ الاس ده بتشاور على الدنس كونكتيف تيشو. طبعا الميموري جلاند زي ما انت عارف بتتكون من ستروما وبارينك، ستروما وبارينك. الستروما هي بتتكون من ديس كونكتيف تيشو، وبيبقى سن بعدين لما تبقى لاكتيتنج والكلام ده كله نظر مالناش دعوه بيه، مش فاكره ارجع شوف الفيديو بتاع النظر. دينس كونكتيف تيشو، دينس كونكتيف تيشو اللي هو الاس، سواء الاس دي او الاس دي او الاس دي او الاس دي، اي اس فيه، اي اس فيه دينس كونكتيف تيشو. طب الدي دي، دي دي ايه؟ انترا لوبيولار داكت، انترا لوبيولار داكت، انتر انترا 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 لوبيولار داكت. شفت ليه؟ انترا لوبيولار داكت، انترا لوبيولار داكت، انترا لوبيولار داكت.
حلو حلو، فاضل لنا كده حاجه واحده بس. لو تفتكر ان الانترا لوبر، تفتح في انتر لوبر، انتر لوبر بتجمع انتر لوبر مع انتر لوبر لغايه ما يعملوا لي لاكت فيرس دكت، بتفتح في النبل. حلو، لاكت فيرس دكت خلي بالك كان بيبقى كان اخرها لاكت فيرس ساينس، ماليش دعوه بيه. اللاكت فيرس دكت عرفها منين؟ اللاكت فيرس دكت هتلاقي هي واحده في الشريحه. ليه؟ لان ده المفروض مثلا اللوب، اللوب ده كله طالع منه، طالع منه اللاكت فيرس دكت واحده، لاكت فيرس دكت واحده هتلاقي الشكل ده، شكل الحلزوني ده. حلو، هي مش هي اللاكت فيرس دكت مش موجوده الا هنا بس، يبقى دي الشريحه ديت موجود فيها لاكت فيرس دكت. طب ما هي موجود برضو فيها انترا لوبيال، بس انترا لوبيال موجوده فين؟ شفت مزنوقه فين؟ مزنوقه لجوه. فدي هيها دي، بس انا مكبر شويه الصوره دي، انا كبرتها شويه طلعت لي دي، كبرتها اكتر طلعت لي دي. جميل كده، جميل. يبقى كده لو شاور لك على حاجه حته، الحتت دي هتقول له ايه؟ دنس كونكتيف تيشو. وغالبا مش هيشاور لك على كونكتيف تيشو، مش جايب لك الصوره عشان تقول له دنس كونكتيف تيشو، مش هقول لك على هنا. لو جاب لك الصورتين الفاتحين دول لونهم احمر، مش هقول لك على هنا، هتقول له ده مين؟ مين دي؟ انترا لوبيولار داكت. طب لو جاب لك الصوره اللي لونها بنفسجي دي، مش هقول لك على الكافيتي اللي موجود فيها، هتلاقي فيه هنا في فتحات صغيره قوي، فتحات صغيره، وهنا في فتحات صغيره، ومتجمعين طبعا، متجمعين بس الصوره مش كامله عشان ده كات سيكشن، متجمعين في واحده كبيره اللي هي مين؟ لاكت في الراس دكت، لاكت في الراس دكت، لاكت في الراس دكت. طبعا دي الريستنج مامري جلاند. طب اللاكتيتنج مامري جلاند، انا هعرف الريستنج من اللاكتيتنج منين؟ اقول لك يا سيدي، تعرف الريستنج من اللاكتيتنج من الالفيولاي. طب الالفيولاي دي هتبقى على شكل ايه؟ هتلاقيها ان هي عباره عن كور، هتلاقي هي كور كده، كور فيها فراغ، كور فيها فراغ، كور فيها ايه؟ فراغ. يبقى كده دي الفيولار، 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 اي حاجه من دي الفيولار. ولما تلاقي شريحه مليانه كور كده، تعرف ان هي ريستنج لاكتيتنج ماماري جلاند، لاكتيتنج ماماري جلاند. طب مين الاس دي؟ ما قلنا كونكتيف تيشو، بس كونكتيف تيشو في اللاكتيت التاني كان دنس، اللاكتيتنج هنا هتكتب له ايه؟ تكتب له سين كونكتيف تيشو، سين كونكتيف تيشو. يبقى كده هنا لو سالك على الاس دي او سواء ده او ده، قول له سين كونكتيف تيشو، سين كونكتيف تيشو بتاع الانتر لوبر، بتاع الانتر لوبر. ولو سالك على الكور، الكور اللي موجوده ديت اللي احنا مميزين بيها الشريحه اللي هي مين؟ الالفيولار، اللي هي ايه؟ الالفيولار. فضلنا اخر حتتين في الميمري جلاند، الدايجرامين، الدايجرامين زي ما انا وريتهم لك في النظري، وبرده هم مختصين بالنظر اكتر. ده طبعا الريستنج، طبعا الريستنج هتلاقي في الريستنج مش هتلاقي فيه الفيولاي كتير، على عكس اللاكتيتنج هتلاقي ادي سكريتور الفيولار، سكريتور الفيولار، سكريتور الفيولار، هتلاقي سكريتور الفيولار ايه؟ الفيولاي كتير فيه، هتلاقي سكريتور الفيولاي كتير فيه. حلو؟ ندخل على الشريحة الأخيرة في الفيميل، الشريحة الأخيرة في الفيميل وهي اتش اند اي اوف بلاسنتا، اتش اند اي اوف بلاسنتا. الشريحة دي مهمة، الشريحة دي مهمة، ولو إنها يعني هي شريحة وحشة الصراحة، الصراحة يعني، ولو جت في جت في على على الباور بوينت اللي موجود في المدرج المركزي ده هيبقى ظلم، بس هي ماشي. لو شاور لك على الحتة الفاضية، الحتة الفاضية دي الانتر فيلاس سبيس، انترفيلاس سبيسز. لو شاور لك على الحتت الفاضيه انترفيلاس سبيسز. طب لو شاور لك على الخلايا اللي موجوده على شكل كور دي، خلايا موجوده على شكل كور دي، خلايا موجوده على شكل كور دي، هي كلها تقريبا زي بعض، بس ايه الفرق ما بين ايه اللي خلى دي كبيره ودي صغيره ودي صغيره ودي مثلا كبيره شويه ودي وسط، مش عارف ايه، على حسب المكان بس اللي انا قاطع فيه، حسب المكان اللي انا واخد فيه الكات سكشن، حسب المكان اللي انا واخد فيه ايه؟ واخد فيه الكات سكشن. طب دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كرونيك فيلاي. خلي بالك لو تفتكر من نظري ان الكرونيك فيلاي كان حواليها سايح الماترنال بلاد بتاع الام، الماترنال بلاد ده سايح في مين؟ سايح في الانتر فيلاس سبيس، سايح في الانتر فيلاس سبيس. يبقى كده ادي الكرونيك بلاي، طبعا ده الانتر فيلاس سبيس الحته الفاضيه دي اسمه سبيس، وده الخلايا اللي موجوده على شكل تبقى غير محسوبه على شكل دواير كده، ودي مين؟ الكورونيك، الكورونيك ايه؟ فيلاي، كورونيك فيلاي. ما تنساش طبعا ان البلاسينتا بتتكون من حاجتين، فيتال بارت وماتيرنال بارت. الفيتال بارت ده بقول عليه كوريوم فرندوزم، والماتيرنال بارت اللي هو بسميه الديسيدوا بيزالس، ديسيدوا بيزالس، ديسيدوا ايه؟ بيزالس. اخر حاجه ده الدايجرام بتاع البلاسينتا، برضو زي ما قلت لك مش مهم كعملي، ولكن اعرفه
الخلايا اللي بره دي سنسيتيوتروفوبلاست، الخلايا اللي جوه دي سايتوتروفوبلاست. سايتو لو تفتكر سايتو كانت انتو سايتو انتر انتر، وسنسيتيو اوتر سنسيتيو اوتر. وعندك جوه هنا الفيتال، الفيتال بلاد فيسل، فيتال بلاد فيسل، وهنا الانترفيلس سبيس، انترفيلس سبيس اللي احنا كنا مشاورين عليها هنا، انترفيلس سبيس اهي. ودي طبعا ايه الجزء بتاع ده الكورنيك فيلا. كده خلصنا على الفيميل، خلصنا على ايه الفيميل. يلا انبسط عزيزي الميل ولكن النهايه ستصدمك. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا في شرايح الميل. شرايح الميل اول شرايح عندي طبعا هنبدا بالبرايمري اورجان، البرايمر سكس اورجان عندي وهو التستس. زي ما بدانا في الفيميل برايمر سكس اورجان برضه الاوفري، هنا هنبدا بالتستس. التستس عندي شريحتين، الشريحه دي والشريحه دي هي هياها بس متكبره شويه. حلو حلو، الاثنين مشتركين في نفس البيانات اللي فيه، فيها بس ايه حته تقريبا مش موجوده هنا، هي هي كله موجوده بقى. اول حاجه الشريحه دي اتش اند يو اوف تستس، اتش اند يو اوف تستس هتلاقي عباره عن ايه؟ كور كتير جنب بعضها، كور كتير جنب بعضها وملزقه في بعض، كور كتير جنب بعضها ايه؟ وملزقه في بعض. حلو؟ حلو. اول حاجه عندي، اول حاجه عندي البي في، بي في ده اول، طبعا هو مش هيجي لك بي في، هيجي لك نجمه واحد ثلاثة أربعة إيه، اسد، اي حاجه. البي في ده عباره عن بلاد فيسل، المكان ده، المكان ده عباره عن ايه؟ بلاد او بلاد كابيلاري، بلاد فيسل ريتشر، مكان فيه بلاد كابيلاري، اي حاجه، اي مهم، اي حاجه فيها دم، اي حاجه فيها ايه؟ فيها دم. حلو؟ حلو. طب الاس، الاس دي فين؟ الاس دي يا سيدي الحته الفاضيه. بص الحته الفاضيه ديت يا اما تلاقي فيها بلاد فيسل بالشكل ده، بالشكل ده جوه الحته الفاضيه، يبقى كده هي حته فاضيه كبيره في طرفها حاجه وفي نصها حاجه. الحته الفاضيه الكبيره لو جالك عليها هتقول له ايه؟ قلت له انترستيشن كونكتيف، كونكتيف تيشو. الحته الفاضيه الكبيره تقول له انترستيشن كونكتيف تيشو. طب في طرفها حاجه، في طرفها زي دي، هي الحته الفاضيه مكان السهم محطوط كده، مكان جسم السهم، انما السهم مشاور عليه على الحته الفاضيه اللي في طرفها، او الحته اللي في طرفها مش فاضيه، الحته اللي في طرفها. الحته اللي في طرفها ده عباره عن ايه؟ انترستيشن سيل اوف ليدنج، انترستيشن سيل اوف ليدنج او لايدنج ايا كان حسب تعليمك. انترستيشن سيل اوف ليدنج. حلو حلو، يبقى كده الحته الفاضيه، احنا قلنا الحته الفاضيه هلاقي فيها يا في طرفها، في طرفها انترستيشن سيل اوف ليدنج. طب فيها هلاقي ايه؟ لو لقيت فيها حاجه مش فاضيه، لقيت فيها حاجه هيبقى ده بلاد فيسل، هيبقى ده بلاد فيسل. حلو. طب التي ده، التي ده عباره ده السيمينفرس تيبيو، ده ايه؟ السيمينفرس تيبيو، السيمينفرس ايه؟ تيبيو. حلو. فاضل حاجه واحده بس، ايه الاس زد ده؟ الاس زد ده سبرماتوزو، اي حاجه في نص الكور دي، هنا 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 سبرماتوزو، وبرده هنا وهنا واضحه اهي، سبرماتوزو سبرماتوزو سبرماتوزو. طبعا سبرماتوزو بتبقى ايه؟ محشوره في حشره دماغها في السيرتول، حشره دماغها في مين؟ في السيرتول. ندخل على الشريحه اللي بعديها، شريحه اي ام، شريحه وحشه جدا، شريحه وحشه جدا، يعني من اسوء الشرايح اللي موجوده في البرودكتيف، يا رب ما تجيلكوش. حلو. اي ام اوف لايننج ابسيليم بتاع السمنفرس سيجول. طب ليه يا رب ما تجيلكوش؟ لانها ملخبطه قوي وعليها حاجات زياده هي مش موجوده عندكم في النظر. يعني مثلا موضوع في حاجه الونجيتد الونجيتد سبرماتيد وراوند سبرماتيد دي مش متفصله قوي قوي يعني في النظر. كمان ان الصوره جودتها مش افضل حاجه، ولا جوده البروجيكتور بيبقى كويس، فادعوا بس ان هي ما تجيش. ان شاء الله ان شاء الله مش هتيجي يعني. اول حاجه معايا، اول حاجه معايا لو شاور لك على الخط اللي تحت ده او حاجه قريبه من الخط نفسه، شاور لك على الخط نفسه قول له مايويد سيل، مايويد سيل على البيزا اللامنه، مايويد سيل على البيزا اللامنه، مايويد سيل على البيزا اللامنه. لو تفتكر، لو تفتكر السمنفرس يقول بيحوطها ايه، ارجع لفيديو النظر، مايويد سيل على البيزا اللامنه. مش هيجي يسالك بتحوط بايه، لو اجيب لك الصوره ديت يعني عنده 3000 سؤال يسالوه غير ان هو بتحوط بايه. مايويد سيل على البيزا اللامنه. حلو حلو. طب اللي بعديها دي سيرتولي، شايف الخلايا دي، الخلايا الفاتحه دي، الخلايا الفاتحه دي سيرتولي سيل، الفاتحه دي ايه؟ سيرتولي سيل، الخلايا الفاتحه دي سيرتولي سيل. طب اللي لازقه، لازقه، شفت هي لازقه على البيزا اللامنه، لازقه مين اللي لازقه على البيزا اللامنه؟ اول واحده خالص اللي هي سبرماتوجونيا، او لا لامين سبرماتوجونيا، اول واحده اللي هي سبرماتوجونيا. لاحظ خلي بالك دي سبرماتوجونيا ودي سبرماتوجونيا، وتعالى شويه كده دي سبرماتوجونيا، اللي فوق السبرماتوجونيا مين؟ مين؟ البرايمر اوسايت، البرايمر سبرماتوسايت، البراي اوسايت، لا اوسايت ده هناك، برايمر سبرماتوسايت، البرايمر سبرماتوسايت، البرايمر سبرماتوسايت. فوق البرايمري
فول برايمر، هلاقي مين؟ هلاقي السكندري. بس السكندري سرحت منه شويه، يعني هي السكندري في الشريحه سرحت منه شويه، قال لك دي السكندري او سايت، قال لك دي مين؟ دي السكندري او سايت، دي السكندري او سايت. تلاقي برضه هي موجوده، موجوده هنا، موجوده هنا، بس هي يعني الصوره زي ما قلت لك مش افضل حاجه، مش افضل حاجه. هتلاقي عندك هنا اس ار، اس ار متنطوره، دي اس ار. هتلاقي تجمعات كده الصوره لو واضحه، لو انت شايفها قوي تلاقي عباره عن زي انابيب كده، انابيب، بس ان شاء الله تشوفها مش هيجي لك اس ار. طب لو سالك على حاجه ثانيه، الكوره دي، الكوره دي كوره كده مدوره قريبه شويه من اليومن، كوره مدوره قريبه شويه من اليومن، راوندد سبرماتيد، راوندد سبرماتيد، راوندد سبرماتيد، راوندد سبرماتيد. طب راوند سبرماتيد، راوند سبرماتيد، مين اللي بيجي بعديها؟ الونجيتد سبرماتيد، الونجيتد سبرماتيد، الونجيتد سبرماتيد اللي هو مين؟ حاشر دماغ في السيرتولي، ادي ده الونجيتد سبرماتيد. اخر حاجه الحته الصغيره دي جولجي ابارتس. حلو حلو، يبقى كده تاني ده سبرماتوجونيا، ده سبرماتوجونيا الصغيره دي، دي 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 سبرماتوجونيا، دي برايمر وسايت، دي سكندري ماشي، دي سكندري اوكي. ده الجولجي ابارتس، جولجي ابارتس. احنا قلنا عدينا حد، السيرتولي اللي نسينا نقولها، دي السيرتولي، دي السيرتولي، شفت السيرتولي اهي مكمله، وادي اللي محشورين في دماغهم، مين اللي محشورين في دماغهم؟ الالونجيتد سبرماتيد. طب دي مين؟ ده الراوند سبرماتيد اللي قبل الالونجيتد على طول. وطبعا الحتت لو شفت الانابيب اس ار، يا رب مد لكم. الصوره اللي بعديها دي واضحه شويه يا اخي ونضيف. لو تفتكر الليدنج سيل او اللايدنج سيل، افتكر ان هي كان عباره عن سترويد هرمون، سترويد سكريتنج سيل، سترويد هرمون سكريتنج سيل، لو تفتكر من النظر سترويد سكريتنج سيل. دي اي ام بيكتشر اوف ليدنج سيل او لايدنج سيل اللي هي بتمثل لي سترويد هرمون سكريتنج سيل. طب فيها ايه الحاجات المميزه اللي ممكن اسالك عليها؟ الكره الفاضيه اللي في سترويد سكريتنج سيل اللي بتضرب، اللي بتضرب. طب الارو بيشاور على ايه؟ على الميتوكوندريا، شفت الميتوكوندريا والكريستيا اللي فيها، ميتوكوندريا وكريستال، ميتوكوندريا وكريستال، ميتوكوندريا وكريستال، ميتوكوندريا وكريستال اللي فيهم. طب اللي، طب حاجات انابيب بس مش متحوطه بأورجان، مش متحوطه بأورجانيل، مين الانابيب دي؟ يعني دي مثلا انابيب اهي بس متحوطه بحاجه، مين اللي يبقى دي كده ايه؟ عارف ان دي ميتوكوندريا. طب انابيب سايحه كده، انابيب السايحه دي اس ار، طب اشمعنى اس ار مش ار ار؟ اول حاجه هي الصوره مش واضحه، فتاني حاجه هي اس ار عشان انا في سترويد، سترويد سكريتنج سيل، ما بقولش ار ار. لو انا في بروتين اقول لك ار ار وابصم بال10، انما دي سترويد سكريتنج سيل عشان انا هي اس ار عشان سترويد سكريتنج سيل، عشان هي اس ار هي اصلا اللي بتصنع الدول. وكده ليه بالدروبلت، ميتوكوندريا، 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 وسترويد سكريت الاس ار، وادي برضو اس ار هنا، اس ار هنا، اس ار. تلاقي بقى جلاكشن جرانيول مالكش دعوه بيها بالكلام ده. كده خلصنا مين؟ خلصنا التستس بالكل اللي جواها، تستس بكل اللي جواها. ايه الشرائح المهمه هنا؟ الشريحه بتاعت الاي ام دي مهمه، وشريحه الشريحتين التستس دول مهمين. حلو؟ حلو. ندخل على مين اللي بعد التستس؟ الابيديرمس، الابيديرمس، الابيديرمس ده عايزك تعرف تفرقه ما بينه وما بين الفاز ديفرنس. هتفرقه ما بينه وما بين الفاز ديفرنس بمين؟ باليومن. الابيديرمس، ابيديرمس وايد ليومن. اي بي، اي بي، اي بي، اي بي، اي بي في اي، وايد ليومن في اي. الفاز ديفرنس لا ما فيهوش اي، الفاز ديفرنس هتلاقي نارو ليومن. حلو حلو، يبقى كده اي بي ديرمس وايد ليومن. طب الصوره دي ايه؟ ابيديرمس. طب مين الاي؟ الاي ده سودو ستراتفايد كولامنر، كولامنر ابسيليوم ويز ستيريوسيليوم، سودو ستراتفايد كولامنر ابسيليوم ويز ستيريوسيليوم، سودو ستراتفايد كولامنر ابسيليوم ويز ستيريوسيليوم. ال ده اليومن بتاعك، انت رحت فين؟ ال ده اليومن بتاعي، ال ده ايه؟ اليومن بتاعي. حلو حلو، يبقى كده ده وايد اليومن، يا ريت تكتب له وايد، والشرايح كلها اتش ان يو في ابيديرمس، والاي ده سودو ستراتفايد كولامنر ابسيليوم وستيريو سيليك. خلي بالك اسئله النظر ممكن يسالك عليها اللايننج بتاع الخلايا، اللايننج بتاع الخلايا، واللايننج ده مهم في ايه؟ اللايننج ده، اللايننج ده هو ده السؤال النظري اللي ممكن يسالك فيه في الامتحان بتاع العمل، هو ده المهم اللي سالك فيه، اللايننج بتاع اي بسيليا موجود عندك. سؤال الصوره اللي بعديه ديت برضه دايجرام الابيديرمس، واضح فيه سودو صفات كلها من الابسيليا مع الستيريو سيليا، اهي الستيريو سيليا واضحه خالص اهي، وعندك اسموس مصر بره مالناش دعوه بيها، في كونكتد شحالين مالناش دعوه بيها، وادي الوايد ليوم، ادي الوايد مين؟ الوايد ليوم.
مهمه للنظري مش العملي. الصوره اللي بعدها قلنا مين، عايز افرق، عايز افرق الابيديرمس عن مين، عن الفاس ديفرنت، افرقهم بمين، باليومن. اليومن بتاع الابيديرمس كان وايد ليومن، اي بي في اي وايد ليومن. ده مين؟ ده نارو ليومن، نارو ليومن اتش ان دي اوف فاس ديفرنس والهاي ماجنيفيكيشن فاس ديفرنس. طب بيتكون من ايه الفاس ديفرنس؟ ميوكوزا ماسكولوزا ادفنتيشن. ميوكوزا اللي هي نمبر 1 فيها ايه؟ ابسيليوم، ابسيليوم ومين؟ ابسيليوم ولاملا بروبري. ابسيليوم، ابسيليوم اهو، شفت الابسيليوم مشاور عليها. ابسيليوم ده اللايننج بتاعه ايه؟ سودو ستراتيفايد كولومنر ابسيليوم موز ستيريو سيلي، سودو ستراتيفايد كولومنر ابسيليوم موز ستيريو سيلي. طب اتنين ده المصل، المصل بيتكون من ايه؟ انر واوتر لينجتودينال وميدل سيركلر. ثلاثة انر واوتر لينجتودينال وميدل سيركلر، انر واوتر لينجتودينال وميدل سيركلر. الادفنتيشيا لوس كونكتيف تيشو، الادفنتيشيا لوس كونكتيف تيشو. الشرح دي برضه مهم. اتش ان دي سكشن اوف سبرماتيك كورد، خلي بالك سبرماتيك كورد مش موجود في الكتاب، كان موجود شريحه زياده، سلايد زياده في المحاضره بتاعت النظر، موجود في الكتاب العملي ومش موجود في النظر، خلي بالك الشرح دي مهم، يعني حاسس ان القسم بيحبها قوي. سبرمات دي اتش ان دي اوف سبرماتيك كورد، هعرف منين؟ هعرف ان سبرماتيك كورد دي عباره عن كذا حاجه انا عارفهم قبل كده. ادي ده الفاز ديفرنس ابو مين؟ الفاز ديفرنس ابو نارو اليومن، شفت اليومن نارو ازاي؟ نارو خالص اه. وده المسلز إيه عندك ده إيه حبه في الفينز، ده الفينز لو تفتكر بقى المين اللي كان وايد في الارتريس والفين، تفتكر تلاقي ده اللي كان وايد، ده الفين كان نارو، الفين كان نارو البال، والارتري كان وايد، كان وايد اليومن. قال ادي السيكولار ارتري، ده السيكولار ارت، عندك دي سكريتال ماسل وهتلاقي في النيرف فايب. يبقى كده الشريحه دي لو جات لك اتش ان دي سكشن اوف سبرماتيك كورد، ممكن يسالك يقول لك سبرماتيك كورد فيه ايه؟ ممكن يجيب لك حاجه عليهم يشاور لك، شاور لك هنا عند اي حاجه هنا قول له فاز ديفرنس، قول له فاز ديفرنس. هنا ده السيكولار ارت، ده كريمستريك ماسل او سكريتال ماسل اللي هي كريمستريك، وتلاقي موجود نيرف فايبر، واخر حاجه البامبينيفورم بلكسس بتاعت ايه؟ الفين. البامبينيفورم بلكسس بتاعت مين؟ الفين. شريحه مهمه. البروستات، البروستات يا سيدي هتعرف شريحه البروستات بحرف الفي بتاع اليوريسترا، اليوريسترا بتاع البروستات هتلاقيه عامل حرف مميز هو حرف الفي، حرف الفي، في في شيبد، في شيبد يوريسترا، هو ده مميز لشريحه مين؟ مميز لشريحه البروستات. ده اتش ان دي سكشن اوف بروستات، اتش ان دي سكشن اوف بروستات. البروستات بتكون من ايه؟ ستروما وبارينكما. الستروما ده فايبرو ماسكر تيشو، سيبك. البارينكما المهم اعرف ان ده الستروما اللي ناحيه اليوريسترا لازق فيها، ده الستروما. البارينكما اللي بعيد عنها، ادي بارينكما برضو هي اللي بعيد عنها، شفت الحته الفاضيه الصغيره دي؟ مش باين، مش الستروما مقطوعه، خلي بالك متكبره عشان كده مش واضحه كلها. الحته الصغيره ديت هي مين؟ هي ديت اليوريسترا، اليوريسترا. هل ايه المميز؟ المميز ان اليوريسترا هنا، اليوريسترا هنا في شيبد يوريسترا، هيسالك عليها لو جات، هيسالك عليها اليوريسترا الشكل بتاعها ايه؟ في شيب. والابسيليوم بتاعها ترانزيشنال ابسيليوم، الابسيليوم بتاعها ايه؟ ترانزيشنال ابسيليوم. كده اتش دي سكشن اوف بروستات، دايجرام اوف بروستات، عندك الترانزيشنال ابسيليوم بتاع البروستاتيك يوريسترا، عندك الميوكوزا والماسكلوزا حواليها اهو، وادي سب ميوكوزا الجلاند ومين جلاند اللي بره، والحته نظري خلي بالك لو تفتكر ان كان البروستا في ناس بتعمل سكريشن حوالين اليوريسترا واللي هي ميوكوزا وسب ميوكوزا والمين اللي كانت بعيده اللي بانابيب طويله، لو تفتكر ده ايه؟ فيديو النظر عدي، قلنا الدايجرامات دي بتبقى مهمه للنظر، شريحه مهمه من هنا لبكره الصبح، من هنا بكره موجوده شيفت اول ان شاء الله، بكره ايه يوم امتحان عملي، موجوده شيفت اول ان شاء الله. اتش ان دي اوف بينس، اتش ان دي اوف بينس، اسالك عن ايه؟ اسالك عن ايه؟ البينس عموما بيتكون من ثلاثه سلندكال ماس اوف اريكتايل تيشو، ثلاثه سلندكال ماس اوف اريكتايل تيشو. اول حاجه من بره كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع، سكن، اول حاجه من بره كده السكن. طب مين اللي عندي انبوبتين زي بعض؟ انبوبتين زي بعض وانبوبه لوحدها، انبوبتين زي بعض وانبوبه لوحدها. طب انا اعرف الانبوبه اللي لوحدها وانبوبتين زي بعض منين؟ اقول لك سيدي، الانبوبتين اللي زي بعض ما فيهمش يوريسترا،
الانبوبه اللي لوحدها في الميل عنده يوريثرا واحده بس، يبقى موجود في الانبوبه اللي لوحدها بس. ترى الانبوبه اللي لوحدها بس دي اسمها ايه؟ اسمها كوربس سبانجيوزا، كوربس سبانجيوزا اللي هي تحت دي، كوربس سبانجيوزا، كوربس سبانجيوزا. حلو، مين اللي مشاور عليه بالسهم ده؟ ده البنايل يوريثرا، البنايل يوريثرا. طب مين الاثنين الكبار دول؟ الاثنين الكبار دول كوربورا كافرنوزا او كوربس كافرنوزا. المهم ان انت تكتب له كافرنوزا، تميز في الكتابه ما بين الكافرنوزا والكافرنوزا والسبنجيوزا، كافرنوزا وسبنجيوزا. ما تحاولش ان انت تخلط السبلنج بتاع الاثنين عشان ديت الوحيده اللي ممكن تحسب لها غلط. حلو حلو. طب الكوربورا كافرنوزا دي متحوطه بمين؟ مين اللي محتويها من بره؟ اللي هتلاقي عباره عن طبقات حمراء كده، ده تيونيكا البيجينيا، تيونيكا البيجينيا، تيونيكا ايه؟ البيجينيا، تيونيكا البيجينيا. يبقى كده مين اللي محوط الكربوراس كربورا او كربوراس كافرنوزا؟ كربورا كافرنوزا اللي محوطها التيونيكا البيجينيا، تيونيكا البيجينيا. طب تيونيكا الكربوراس كربوراس كافرنوزا جواها ايه؟ جواها اركتايل تشو، اركتايل صورتك اكتر تشو جايه، جواها اركتايل تشو، جواها اركتايل ايه؟ تشو. حلو؟ حلو. طب كده تاني الشرح دي مهمه مهمه مهمه، بره سكن مش هيسالك عليه، جوه كوربوروس كافرنوزا، كوربوروس او كوربورا كافرنوزا، كوربوروس اسبانجيوزا من اللي هنا، جواها البناني يسرى. لو شالك على اي حاجه هنا، اي حاجه هنا، اسال الدكتور اللي موجود، قول له هو عايز اللي جواه ولا الاسم الكبير نفسه. لو قال لك الاسم الكبير نفسه الحاج، قال لك الانبوبتين الكبار، هتقول له كوربوروس كافرنوزا. قال لك قال لك الحاجه اللي جواها، تقول له ركتال تشو. عايز تضمن ليلتك اكتب كوربوراس كافرنوزا ما بين قوسين ده عباره عن اريكتايل تشو. جميل جميل. حلو حلو. ندخل على اللي بعد. شفت المفاجاه اتحرقت ازاي؟ مش عايز احرقها خالص. المهم الشريحه اللي بعديها اخر شريحه معانا في الفيديو كله، اتش ان دي سيكشن اوف اريكتايل تشو. اتش ان دي سيكشن اوف اريكتايل تشو. اريكتايل تشو ده اللي كان موجود في مين؟ كان موجود في الثلاث انابيب الخلويه، كوربوراس كوربوراس ايه؟ كافرنوزا، كوربوراس كافرنوزا، كوربوراس كافرنوزا، كوربوراس كافرنوزا وسبانجيوزا، كافرنوزا وسبانجيوزا موجود في الثلاثه. المهم الصوره هنا النجمه دي بتشاور على ايه؟ نون فرستريتد اندوثيليا، نون فرستريتد اندوثيليا، نون فرستريتد اندوثيليا. طب السهم، السهم نفسه، السهم بيشاور على مين؟ بيشاور على الترابيكولي، الترابيكولي اللي بتفصل، اللي بتفصل النون فرستريتد اندوثيليا عن بعضها. يبقى كده هو عباره عن ايه؟ الاركتال تيشو ده عباره عن ايه؟ فاسكولار سبيس، فاسكولار سبيس متحوطه، الفاسكولار سبيس دي لايند من جوه، لايند بنون فنستريتد اندوثيليا، لايند مين؟ بنون فنستريتد اندوثيليا اللي هو مين؟ فاسكولار سبيس. الحته الفاضيه دي ناخد حته فاضيه، الحته الفاضيه دي، الحته الفاضيه دي اسمها فاسكولار سبيس، متحوطه من جوه، لايند من جوه بنون فنستريتد اندوثيليا، مفصوله ما بينها وما بين الفاسكولار سبيس اختها اللي جنبيها بحاجه اسمها الترابيكل، بحاجه اسمها ايه؟ ترابيكولا. طبعا ترابيكولا انت عارف ان هي كونكتيف تيشو. ولو سالك طبعا دي موجوده فين؟ الحته دي موجوده فين؟ هتقول له موجوده في مين؟ في خلي بالك هنا عن هنا. هتلاقي دي اللي مش موجود فيها اليوريثرا، مش موجود فيها اليوريثرا كافرنوزا، مش موجود فيها اليوريثرا كافرنوزا، انما اللي موجود فيها اليوريثرا اللي هتلاقي حته فاضيه ديت، ديت اسمها مين؟ الاسبانجيوزا. يبقى كده دي عشان فيها اليوريثرا اللي حواليها ده سبنجيوزم برضو، خلي بالك فاسكولار سبيس اهي، والترابيكولي برضو موجوده نفس الكلام، كوربوروس سبنجيوزم عشان معاها يوريثرا، ما فيهاش يوريثرا ده كافرنوزم، ده كافرنوزم فيها نون فرستريتد، نون فرستريتد اندوثيليوم. وقلنا السلايد اللي فات مين المهمه، مين المهمه، مين اللي محوطه، مين اللي محوطه مهم، مين اللي محوطه الكربورس كافرنوزم، مين اللي محوطاها، مين اللي محتويها من بره؟ التيونيكا البيجيني، التيونيكا البيجيني، التيونيكا البيجيني. كده اخر شريحه معانا. افتكر ان الشريحه ديت مهمه 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 تاني، مهمه مهمه مهمه. كده الحمد لله خلصنا على الميل، الفيميل ما يزعلوش بقى. تمام تمام. اخر حاجه بس سؤال نظري كده يعني مهم شويه، لو ممكن يعني لو اقطع اصعب حاجه ممكن تجي لك ان هو يجي لك السؤال ده، السؤال ده هيقول لك قول لي بارير موجود في الميل وبارير موجود في الفيميل. هو نظري بس يعني ممكن تقول موجود في العملي، ممكن تحط يتحط في امتحان العملي ومحدش يقدر يكلم لوضع الامتحان يعني. هتقول له ايه؟ هتقول له يا سيدي مين البارير اللي موجود في الميل؟ بلاد تيست بارير. ومين البارير اللي موجود في الفيميل؟ بلاد بلاسنتر بارير.
بلاد تيستس بارير وبلاد بلاسنتر بارير. طبعا الكومبوننت بتاعت كل واحد فيهم ارجع للنظر بقى اعرف. دلوقتي همنشن لك على كام شريحه المهمه في الميل، كام شريحه المهمه في الميل. نبدا الميل من هنا، شريحه التيستس ديت مهم، الشريحه ديت مهمه، ان انت تفرق ما بين الابيديرمس والفاس ديفرنس مهمه، هتعرف ده مين وده مين، ده مين وده مين. شريحه سبرماتيك كور والله كلهم مهمين، يعني الشرايح بتاعت الميلز شويه اصلا، يعني سبرماتيك كورد ماشي مهم. البروستات سهله سهله وحرام تضيع درجتها. ليه؟ في شيب ده بص، يعني اول ما تشوف في شيب بروستات على طول من غير ما تفكر، في شيب اليسرى، واسالك على شكل اليسرى اللي فيها. ديت مهمه مهمه مهمه، يعني لو جابوا ولو قالوا هيجيبوا شريحه واحده بس ميل في كل الشيفتات، هقول لك دي اللي هتيجي اتش ان دي بتاعت البيز، والثالثه شو ممكن. حلو حلو. طب الفيميل، الفيميل مين اللي ممكن يجي؟ الشريحه ديت اي واحده فيهم، الاثنين زي بعض، دي بس ما فيهاش دي فيها المضله، دي ما فيهاش المضله، فاعرف اللي ما فيهاش المضله اكتب له كورتكس، تبقى راجل كريم اعدها لك لو ما جبتهاش. على فكره بتقول جرفن فورك دي شريحه مهمه، ديت شريحه سهله راجل يعرفها ممكن، الشريحه ديت برضو يعرفها. اليوترس الشريحه دي مهمه، والشريحه بتاعت اليوترس دي برضو مهمه، دي برضو مهمه مهمه، وديت تعرفها برضو مهمه. ان انت تفرق ما بين اللاكتيتنج والنون لاكتيتنج مهم، هيجيب لك مثلا في شيفت اول لاكتيتنج، شيفت تاني نون لاكتيتنج، والشيفت التالت هيروح جايب له بلاسينتا، وهكذا وهكذا. شريحه الفاجينا مهمه، والله ما انا للاسف ما اقدرش اقول لك ان في شريحه يعني بنسبه 100% غير شريحه او اتنين مثلا، انما المشكله ان كلهم مهمين، لان العدد طلع صغير يا ولاد، والله طلع صغير والله. يبقى كده الاكثر اهميه الفاجينا، واحده من البلاسينتا يا الماماري هيرستنج او لاكتيتنج، اهم حاجه تعرف تفرق ما بينهم. انا تفرق ما بينهم واعرف اللاكتيفيروس ده، تعرف طبعا تفرق ما بينهم بالالفيولاي. واليوترس، شريحه اليوترس مهمه، الشريحه ديت اهم من شريحه اليوترس في وجهه نظري، بس دي مهمه، الشريحه ده اهي مهمه عندي. ليه؟ لان دي واضح فيها التيبيول، التيبولر جلاند، واضح فيها التيبولر جلاند كويس، ودي تعرف انا واحده فيهم زي ما قلنا. طبعا دي من السيرول، دي البروفليتيف، دي السكيورتري، وتعرف السكيورتري بي الافيرايل الموجوده فيها، وديت شريحه مهمه للغايه للغايه للغايه، ديت والفاجينا والشرح دي اهم ثلاث شرايح فيها. طبعا هم احنا بنتكلم دلوقتي في ست، احنا بنتكلم دلوقتي في ثلاث شيفتات او اربع شيفتات، يعني ثمانيه، يا سته لثمانيه من اصل كام شريحه؟ ممكن نقول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، يعني من سته لثمان، من سته لثمان شرايح من اصل ايه؟ من اصل تسعه تقريبا. حلو؟ حلو. طبعا كده الحمد لله نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، اتمنى طبعا تكون المعلومه افادتكم ويكون سهل عليك شويه في العملي، وطبعا ذاكر الجزء النظري، اسمع الفيديو، سماعك للفيديو قد يغنيك عن المذاكره، يغنيك عن المذاكره بنسبه 99%. ممكن تعدي على البي دي اف بسرعه كده وتحل عليه، وان شاء الله هتحل كله صح ان شاء الله، وهنرجع تبص على العمل سريعا علشان يكون عندك فكره فيه، حتى لو مش هتذاكره قوي يكون عندك فكره ليه ايام ايام العمل ان شاء الله، عشان وقت ضيق الى حد ما، بس ان شاء الله كافي ان شاء الله. اتمنى طبعا تكون استفدت بالفيديو، لو حد احتاج اي حاجه طبعا هسيب الكونتنت بتاعتي تحت في الديسكربشن بتاع الفيديو، ولينك برده القناه موجوده تحت في الديسكربشن، لو حد احتاج حاجه يخش او هيلاقي كل حاجه موجوده فيها ان شاء الله. والورق سواء بتاع الريبرو او الاندو ان شاء الله موجود في المكتبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.